السلام عليكم متابعي قناة مطبخ امزيد. اليوم غادي نعرض لكم تتمة الفيديو السابق، قمنا فيه بتوثيق زيارتنا لمدينة سبتة. اللي باقي ما شافش الفيديو السابق غادي نخلي لكم الرابط في آخر الفيديو. في الحلقة السابقة كذلك عرضنا صور من محلات بيع أثاث المنزلية، واليوم غادي نعرض لكم صور من محلات بيع المواد الغذائية. وفي آخر هذا الفيديو غادي نشارك معكم المشتريات اللي شرينا. مررنا أولا من مكان المخبوزات، أنواع وأشكال. يمكن تلاحظوا ارتفاع بسيط في أثمنة هذه المخبوزات، ذلك راجع لجودة الدقيق. إن شاء الله مستقبلا غادي نحضر لكم جميع هذه المخبوزات. الشعب الأوروبي قليل ما يستهلك الخبز عكس الشعب العربي، نحن نتوقف عن الأكل فور انتهاء الخبز في انتظار صغير العائلة أن يحضر الخبز من الدكان. يستحسن أن تتجنب هذه المخبوزات المعمرة باللحم أو الدجاج، عادة تكون مصحوبة بدهون الخنزير أو اللحوم المذبوحة بطريقة غير إسلامية. بالنسبة لمحبي مواد التجميل، ها نحن في مكانك المفضل، جميع أنواع الكريمات والعطور، الجودة والأثمنة لا بأس بها. مع تراكم نسبة الغش وتزوير الماركات المعروفة والأكثر استهلاكا، بات هذا المكان أكثر أمانا ومصداقية. من مظاهر الغش عن تجربتنا الشخصية، كثيرا ما نضطر لشراء هذه المنتوجات من المحلات الغير الموثقة، فنصاب بمضاعفات عكس ما كنا ننتظر. الآن انتقلنا للمواد الغذائية، لا تقل أهمية عن المواد اللي شفناها من قبل، كذلك تمتاز بجودة وأثمنة لا بأس بها. إذا قارنا الدخل الفردي للمواطن الإسباني بأثمنة هذه المنتوجات فهي تعد رخيصة جدا.
من خلال نظرتنا لهذه المنتوجات مع تدني الدخل الفردي للمواطن العربي نجدها رخيصة مقارنة مع المنتوجات المحلية. دابا نوري لكم المنتوجات اللي شريت. مثلا هذا الساك فيه ثلاث اجزاء، فيه شامبو وكريمات للشعر. هذا ديته بستة اورو، يعني 67 درهم مغربية. هذا الشامبو معروف اكثر عرضة للتزوير، ديناه بعشرين درهم، جوج اورو. هذا الطاقم ديال تيسان غادي نبداو نستعمله في المقبلات، ديناه بثلاثين درهم، ثلاثة أورو، فيه ستة قطع. كذلك هذا الطاقم من الكؤوس غادي نستعملهم في العصائر، ديناه بثلاثين درهم، ثلاثة أورو، فيه ستة قطع. خدينا هذا الجبن كذلك اللي غادي نستعمله في مملحات، فيه جوش كيلو، ديناه بمية وعشرة دراهم. اشترينا كذلك العطرية، للأسف صاحب المحل يعطي الفاتورة فقط عند الشراء بالجملة، لذا لا أتذكر الأثمنة بالضبط. المهم أن هذه الأكياس تزن 1 كيلوغرام للكيس، وبمعرفتي في الأسعار عند الشراء فكل هذه المنتوجات تقل ثمنا عن مثيلتها في المغرب بين 10 دراهم و30 درهم للكيس. والمعروف عن هذه التوابل أنها لا تحتاج للتنقية عند الاستعمال. هذه بذرة الكاكاو غادي نستعمله في الكيك والحلويات، فيه كيلو ونصف تقريبا، خديناه بأربعين درهم لأنه من الماركة المشهورة كولاكاو. عنده علبة من القزدير يمكننا استعماله فيما بعد. مطيشة مركزة ثلاث قطع بعشر دراهم، وزن كل قطعة 400 غرام. قيطاس أربع قطع بتسع دراهم. جافيل خمس يترو وصابون الأواني واحد لتر. قهوة سريعة الدوابان، قهوة وزن نصف كيلو للواحدة. زبدة نصف كيلو للواحدة. زيت المائدة خمس لترات. قطع الجبن. واحد كيلوغرام ملح رقيقة. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. لتشجيعا على الاستمرار المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. إلى اللقاء في فيديوهات ووصفات جديدة إن شاء الله.